أنا على التليفون دكتور هشام عزام، دكتوراه جراحة العظام من القصر العيني. أهلا بحضرتك يا دكتور هشام. أهلا وسهلا يا فندم، إزي حضرتك؟ الحمد لله. أخبار حضرتك إيه؟ أخبار حضرتك إيه؟ خلينا دكتور هشام أتكلم مع حضرتك في البداية، إزاي الكعب العالي بيأثر على العظام، آلام العمود الفقري أو الفخذين أو الركبتين بشكل عام؟ بصي حضرتك، ربنا لما خلقنا خلق كل حاجة في الكون باعتدال. صحيح. احنا ماشيين على الارض، احنا بيبقى ماشيين بطريقه منضبطه، بحيث ان العضلات في الفخذين والعضلات في الظهر وعضلات البطن بتبقى عامله بالانس، بحيث ان احنا نبقى واقفين اركت او واقفين مظبوطين. صحيح. من غير ما يبقى فيه اي ميلان. الكعب العالي طبعا كل ما كان عالي اكتر كل ما لخبط الفالانس اللي ربنا خلقه ده. يعني حتى لو خبطتي الكعب عالي فبتبدا حضرتك تضغطي على صوابع رجليكي من قدام اكتر. بنقول يا دكتور دايما احنا ماشيين على مشط الرجلين او مشط القدم. مظبوط. ماشيين على مشط القدم. الحاجه الثانيه كمان ان احنا ده بيخلي جسمنا مايل سنه لقدام، فبتضطر عضلات الظهر عشان تظبط شكل المشيه تقوم شد حضرتك اكتر. بنكون محملين عليها يعني. هو حضرتك يعني كان حضرتك هتوعي. فهو عضلات الظهر حضرتك بتقوم عامله فيها انقباض اكبر وكونتراكشن اكبر. صحيح. علشان يحافظ على التوازن بتاع حضرتك وعلى شكلك. تمام. وده بيأثر ان هو بيخلي الفقرات تضغط اكتر على الغضروف. ولما يضغط على الغضروف يبدا مشاكل العمود الفقري بقى اللي احنا عارفينها، الغضروف والهماسه والتهابات الظهر والغضروف القطني والكلام ده كله. تمام. طيب خلينا نتكلم مع حضرتك يا دكتور عن يعني دي مشكله الكعب العالي، وطبعا انا يمكن قلت ان هي بتهم فعلا ستات وبنات كتير قوي. عايز اتكلم مع حضرتك بشكل عام عن العادات الغلط اللي اغلبنا طبعا بيعملها في يومه بتسبب برضو مشاكل في العمود الفقري او الركبتين. بص حضرتك، هو اكتر حاجه الناس فاهماها، اعتقد ان الناس فاهماها غلط، ان القعده بتبقى اريح للعمود الفقري. تمام. هو المفهوم ده غلط. يعني احنا واحنا واقفين الضغط على العمود الفقري او على الفقرات بيبقى اقل بكتير جدا من واحنا قاعدين، وخصوصا طريقه القعده. احنا معظم الناس دلوقتي بتشتغل اونلاين في البيت وبتقعد على مكاتبها على اوفيس على اللابتوب بتاعتها، فدايما بيبقوا قاعدين قاعده اللي هي قاعد ومريح خالص كده جسمه ومايل لقدام. ده بيخلي في نسبه كومبريشن، يعني نسبه الضغط كبيره جدا على الفقرات القطنيه اللي تحت اللي هي الفقره الخامسه والاولانيه. الحاجه الثانيه كمان النهارده موضوع السمارت فونز والموبايل والحاجات دي، الناس النهارده كلها ماشيه مميلين صح ماسكين الموبايلات واللابتوب زي ما حضرتك قلت، بيبقى فعلا القعده نفسها غلط فبتاثر على العمود الفقري والمفاصل عموما. انا طبعا بشكرك دكتور هشام عزام، دكتوراه جراحه العظام القصر العيني.